في وجود علي معلول وفي وجود كريم الدبيس، هل ده يكفي في الحته اللي هي حته الباك الشمال في النادي الاهلي في امان في وجود علي معلول ومن بعده كريم، ولا انت شايف ايه بقى بصفتك انت راجل دولي وراجل مخضرم في المكان ده؟ بص يا كابتن بركات، اولا علي معلول عمل اللي عليه وزياده، ونرفع له القبعه ونقول له انت ما شاء الله سطرت تاريخ في النادي الاهلي في مع الاساطير اللي هم قبل كده اللي لعبوا في الحته دي. اجيب واحد بقى معاه يتعلم بقى السنه اللي جايه دي، لان علي مش هيلعب كتير، خلي بالك علي ممكن سنه سنتين، يعني مش هيبقى اكتر من كده. يعني هو بيجدد له سنه هو تقريبا، ولو النادي الاهلي بيكرمه اكتر كمان هيديله كمان سنه كمان. فبالتالي انت لازم يبقى عندك البديل. كريم الدبيس لعب على فترات، بس انا مش هقدر اقول لك هو علي معلول ولا هو ربيع سين ولا هو محمد اماره ولا الا ما يلعب كتير ويتعلم اكتر ويكتسب خبرات اكتر. انا مش عايز اجي العب ماتش واتنين واعمل ماتش كويس وبعد كده لا، انا مش هو ده الحكم يا جماعه خالص. اللعيب في النادي الاهلي ما بتقيمش بالخمس ست ماتشات ولا سبع ماتشات ولا ماتش. انت عارف انت لعبت في النادي الاهلي سنوات. النادي الاهلي عشان تبقى انت بصمتك واضحه ومعلمه مع الناس لازم تلعب لك خمس ست مواسم اساسي في الفرقه وستاندنج ومكسر الدنيا. ساعتها اقول لك لا انت كده شابوه، انت كده يعني من الناس اللي سابت بصمه. انما كريم مش هقدر انا احكم عليه دلوقتي. اللي اقدر احكم عليه واقول لك ان انا رؤيتي في الحته دي ان احنا محتاجين باك ليفت يبقى موجود ستاند باي لعلي معلول في اي ظروف. طيب وانت كابتن عماره، وانت اكيد متابع مباريات الدوري كلها ومتابع لعيبه الدوري كلها، شايف مين في المكان دوت من وجهه نظر الكابتن محمد عماره ان هو يناسب النادي الاهلي مثلا؟ شكري سيراميكا. شكري سيراميكا هو ابن النادي الاهلي اصلا يعني. بس هو طبعا لعيب كويس، طبعا لعيب هايل بركات، وخلي بالك هيبقى هيعلى قوي لما يلعب في فرقه كبيره زي النادي الاهلي. هو كان خلي بالك مكسر الدنيا في السموحه وفي الاتحاد، انا متابعه. خد بالك محمد شكري كان في كلام ان هو يبقى موجود في الانتقالات ديت في نادي الزمالك، خلي بالك. كابتن بركات شكري ده انا شفته عنده ست سنين في مدرسه الكوره في النادي الاهلي. شفته انا كابتن بدر رجب ربنا يديله الصحه، كنت لسه مبطل وقال لي تعالى شوف اللعيب ده. انا شفته بس ده كان صغير قوي ساعتها يا كابتن عمار، يعني اتنبأت له في السن ده قوي كده يعني؟ والله العظيم يا بركات كان ست سنين ولا خمس سنين او اقل يعني. انا كان بينزل ازاي من بيته يا كابتن عمار خمس سنين؟ خلي بالك بدر رجب بينزل ازاي لوحده خمس سنين؟ لا ما بروحش لوحده، ما كان مدرسه الكوره خلي بالك كابتن بدر رجب كان زمان تروح تلاقي الملعب فيه بس لا يقل عن 200 لعيب. فاقول ايه ده يا عم، ايه الزحمه دي؟ كابتن بدر اللي عامل ايه؟ عامل ايه اللي ايه اللي عامله ده؟ اتضح ان انت فعلا تقليص العدد ده حاجه مضره بالنسبه للاولاد الصغيرين. لان انت لما يبقى عندك عدد كبير 200 300 400 ممكن يصفوا على 100. لما يبقى عندك 20 ممكن يصفوا على واحد. انت فاهم؟ فانا شفته ساعتها وقيمته، لا وهو لعيب كويس يعني. شكرا من اللعيبه اللي النادي الاهلي اعتقد ان هو لو جابها يبقى صفقه. اتفق معاك طبعا يا كابتن عماره، وطبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن محمد عماره نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وكان يهمنا ناخد رايه في المباراه.